عليكم. هنتكلم النهارده عن ماده فعاله بنسمع عنها كتير قوي الفتره اللي فاتت في اغلب كريمات الترطيب وكريمات محاربه التجاعيد، وهي الهيالورونيك اسيد او حمض الهيالورونيك. الماده دي اصلا موجوده في طبيعتنا في جسمنا من اول ما بنتولد، الجسم بيبتدي ينتجها، بتبقى موجوده بنسبه كبيره قوي قوي في الجلد علشان يديله الترطيب اللي هو محتاجه، علشان تديله النضاره، علشان تديله النعومه والانتلاء بتاع الجلد. كمان بتكون موجوده في السائل الزجاجي اللي حوالين العين وفي الغضاريف علشان تدي الانسجه فيها المرونه والدعم اللي هي محتاجاه. حمض الهيالورونيك مش زي ما بنقول حمض، هي مش ماده حمضيه، لا بالعكس، هي ماده سكريه ليها قدره فظيعه جدا على امتصاص كل الميه اللي حواليها، انها تجذب كميه كبيره من الميه، لدرجه ان هم بيقولوا ان ممكن جرام واحد من حمض الهيالورونيك يجمع حوالي 6000 جرام من الميه. فانتوا متخيلين بقى كميه الترطيب اللي ممكن تديه لبشرتنا، كميه النضاره اللي بتعملها، كمان بتساعدنا ان احنا نقي نفسنا من التجاعيد المبكره وشيخوخه الجلد المبكره. احنا اتفقنا ان حمض الهيالورونيك بيكون موجود معانا من صغرنا ومن اول ما نتولد، بس عند سن 18 سنه وكمان في منتصف العشرينات بيبتدي انتاجه في الجسم يقل شويه شويه، كمان مع التعرض للشمس والتعرض لملوثات البيئه المختلفه، كل ده بيقلل من مخزونه في جسمنا وفي جلدنا، فبالتالي البشره بتبتدي يحصل فيها جفاف، بيبتدي يحصل فيها شحوب، وكمان بتبتدي تساعدها اكتر ان احنا نخش في فكره بقى الخطوط الرفيعه والتجاعيد والكلام ده كله. علشان كده انا برشح دايما ان احنا نبتدي نستخدم منتجات فيها حمض الهيالورونيك من بدايه العشرينات. الفكره كمان ان ماده حمض الهيالورونيك هي مش بس مفيده للترطيب وكده، لا هي كمان ليها خواص مضاده للاكسده، بمعنى انها بتحمي بشرتنا من حاجه اسمها الفري راديكلز او الشوارد الحره. دي جزيئات بتبقى مضره جدا لبشرتنا، بتجيلنا من خلال الشمس، من اشعه التلفزيون والموبايلز وكل ملوثات العربيات وكل الكلام ده. الجزيئات الصغيره دي بتيجي ترتبط ببشرتنا وتكسر في الكولاجين والاستن اللي فيها، فطبعا بتقلل من النضاره جدا، وكمان بتساعد على ظهور التجاعيد. فيجي بقى البطل بتاعنا اللي هو حمض الهيالورونيك يضحي بنفسه ويرتبط هو بالشوارد الحرة دي ويحمي بشرتنا منها ومن الأضرار اللي ممكن تعملها علينا. مش بس كده، هو كمان ليه خصائص تانية، في ان هو بيساعد جدا على التئام الجروح وتجديد خلايا الجلد، وكمان ليه خصائص مضادة للالتهاب. الهيالورونيك اسيد موجود في منتجات وسيرامات من براندات كتيره جدا وغاليه جدا، بس انا النهارده بتكلمكم عن منتج مصري اسمه انابل. ده شركه مصريه مرخصه موجوده في السوق من فتره قريبه. المنتج مش بس فيه الهيالورونيك اسيد، لا هو كمان فيه مكونات تانيه زي مثلا زبده الليمون المليانه بفيتامين سي المعروف بفوائده الفظيعه للتفتيح والنضاره، كمان فيها زبده الشيا من اقوى المكونات اللي بتستخدم في الترطيب، في كمان زيوت تانيه زي زيت جوز الهند وزي جنين القمح وزي زيت اللوز الحلو. كل دي زيوت بتساعد البشرة ان هي ترطبها، وكمان بتحميها من اي اضرار حواليها في الجو. طيب كلام جميل قوي، مكونات جميلة. طيب بالنسبة بقى للتجربة الفعلية بتاعته، عايز اقول لكم ان المنتج ده تقريبا بقاله عندي حوالي 3 شهور. انا شخصيا بشرتي دهنية، يمكن مش بعاني من الجفاف قوي ولا الشحوب ولا الكلام ده، فعشان كده انا كنت حابة فعلا اشوف التجربة الفعلية ليه، وجربته على بشرة ماما. هي قالت لي فعلا ان هو احسن حاجه نفعت معاها في بشرتها، واحسن حاجه عوضت الجفاف اللي ببشرتها. طبعا مع السن الكبير بتبتدي يحصل جفاف شويه وشحوب في البشره وتجاعيد. هي كانت بتستخدمه بالذات بقى في رمضان، انتوا عارفين دايما الشهر ده بيبقى فيه ترطيب قليل قوي في جسمنا، فكان فعلا جربت كريمات كتيره وزيوت ما كانتش مديها نتيجه مرضيه. لما جربت الكريم ده عجبته جدا وفعلا جاب معاها نتيجه كويسه، عالج معاها جدا الجفاف، فرق معاها في النضاره، بقيت تحس ان البشره لا مشدوده شويه وشكلها ناضر وافضل بكتير. هو مش هيعالج التجاعيد، احنا عارفين التجاعيد لو حصلت مش هترجع تاني، بس بيفرق في الشكل، بيدي شويه انتلاء للبشره، وطبعا انتوا لو استخدمتوه بدري عن كده ده كله بيساعد على تاخير اصلا ظهور التجاعيد في البشره. انا في رايي كمان ان الكريم ده مناسب جدا للبشرات الجافه والعاديه والمختلطه، لو بشره دهنيه او فيها حبوب قوي. هو فيه مكونات تقيله شويه، فاخاف انه ممكن يكون يزود الحبوب معاها، علشان انا شخصيا ما جربتوش، لكن البشرات الجافه والعاديه المختلطه اعتقد يبقى كويس جدا وممتاز معاها. الكريم ده سعره 160 جنيه، موجود على البيج بتاعت انابيل على الفيسبوك وعلى الانستجرام. بالنسبه للناس بقى اللي عايزه نجيبه من الصيدليات، هو موجود في صيدليات عابدين في كل فرحه، في القاهره وفي المنصوره وفي الغردقه وكمان في الصعيد. انا موجوده النهارده في فرع مصطفى النحاس، بس هو موجود في كل الفروع، وليهم كمان خط ساخن 19036، تقدروا تتصلوا عليهم وتسالهم عن كل العروض وعن اماكن تواجد المنتج. هم كمان عاملين عليه اوفر حلو قوي، لو جبتوا المنتج اللي هو بحمض الهيالورونيك، في كمان كريم للتفتيح من انابيل بالالفا اربيتين، كريم مكوناته كويسه قوي وعليه ريفيوات فعلا حلوه شفتها بنفسي، بس هو بالنسبه لي لسه تحت التجربه وهقول لكم رايي فيه قريب، لكن ده فعلا مع التجربه انا برشحه لكم بنسبه 100%.
وبكده يكون خلصنا فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم واستفدتم منه. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من القناه اول باول. كمان ما تنسوش اللينكات اللي هسيبها لكم تحت في صندوق الوصف، لينك الصفحه بتاعت انابيل على الفيسبوك والانستجرام، وكمان كل المعلومات عن صيدليات عابدين والفروع بتاعتهم والخط الساخن بتاعهم علشان تقدروا تطلبوا المنتج. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله، ودمتم حلوين وفاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.